اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم أيها الحضور الكرام، ونشكركم على هذه الوقفة التضامنية مع عائلتنا، عائلة السميع كافة. أولاً، نحن عائلة السميع مستهدفين من 96، من التسعينات، ولنا شهيد وما زلنا نطالب بكتمانه عند آل خليفة. وفي 2008 بدأت المضايقات لعائلة السميع وأبنائها حتى 2015. ومن ضمن المضايقات التي حصلت لها عائلة السميع أن أبنائها ما يحسون حتى بالحرية في الوطن. الإنسان أو المواطن ما يريد إلا الأمان، يريد الكرامة، يريد الحرية. أمان ما عنده. بالنسبة إلينا نحن عائلة السميع والشعب كافة ما يحصل أمان في بلده. مثلاً الأمان إن الإنسان على الأقل ينام في بيته. الحين إحنا شبابنا، أكثر شبابنا ما تنام في بيوتها، المطاردين ما تنام في بيوتها، ما عندهم حتى مأوى في بيتها إن هي تقعد ويا أهلها، أو إن هي تقعد حتى إن هي تستأنس، أو إن هي تعيش عيشة كرامة. واللي في السجن نفس الشيء، حاصل على مضايقات واجد من التعذيب ومن الانتهاكات، انتهاكات جسديا ونفسيا. وبالنسبه للكرامه، يعني ابناء الوطن ما يحصلون اليهم اقل شيء اقل شيء الرزق الوفير، ما يحصلونه في هذا البلد. كل الخير اللي عندهم مال هذا البلد يصير الى المواطن الغريب الاجنبي، وابسط حقوقه انه التجنيس. الحين طال علينا الحكومة بأنها أي مواطن ما يعجبها ما تبغي في البلد سحبت جنسيته وعقدته منه، عقدته الأجنبي اللي تجيبه من خارج البلد. هذه أبسط حق إلى المواطن، تخليه يعني إنسان بلا هوية. ومن ناحية الإنسان اللي في البحرين، يعني وش نقول لكم؟ احنا الشعب ما طلع على اساس انه يبقى بس مطالب بسيطه، بسيطه مطالبه جدا جدا جدا، اللي هي الحريه والكرامه وامان في وطنه. عريضه. نطالب بالافراج عن المساجين. نطالب بالافراج عن المساجين. نطالب بالافراج عن المساجين. زين. ومن ناحية عباس السميع، يعني حين زيارته راحوا له بعد انتهاكات مال سجن جاو، ما زال عباس معذب، واقل تعذيب حصله لحد الان انه يطلع زياره الى اهله وهو مقيدا بالغلاف وبالسلاسل من الايد الى الرجل. هذا يؤلم اهله اذا يشوفونه. هذا ابسط حق اليه، يعني هو جاي ويمكم، هو ويمكم انتم انحرس ومجودينه من كل مكان، ما بيقدر يفر منكم، ليش مقيدينه بالسلاسل والاغلاق؟ هاي اولا. وثانيا عنده حاجز حاطين له بالتليفون يكلم اهله. وين الحريه؟ وين الديمقراطيه اللي عندكم؟ يعني هاي ابسط حقوق يحصلها السجين، على الاقل على الاقل اذا اخذته وحصلته ما تضيق عليه سجين. هذا اقل ما انه يحصل منكم السجين. وبالنسبة لعلي بعد نفس الشيء، وما زال يعني احنا تقريبا يمكن اقل من شهر ما اتصل الى اهله، لانه يقول الى امه اذا انا اجي اتصل احصل مضايقات ضرب وتعذيب وتنكيل. ونفس الشيء طاهر. يعني الى متى عائلة السميع بتتم مستهدفة لدى الحكومة؟ ايش تبغى من عائلة السميع؟ لو تروح تسأل عائلة السميع، لا عندها مخدرات، لا عندها سارقين، لا عندها يعني ناس عطالين فطالين، ما عندها الأشياء. يعني عائلة السميع ناس محترمة حال حال أي مواطن عايش في وطنه. يعني فالحين عباس مدرس، بدل ما تحتضن الحكومة وتعطيه أحسن المراتب إنه يكون مدرس ويدرس طلاب، تروح الزجة في السجون. عباس وعلي نفس الشيء، يبقوا بس يكون نفسه، كل ما دخل في شغل طلع من شغله، كل ما طلع دخل في شغل طلع من شغله، لأن الحكومة طاردة من مكان لمكان. ونفس الشيء طاهر، الشعب كله مظلوم، مظلوم أساسا. أنا عندي سؤال وأتساءل للحكومة، إلى متى بتوصلين في انتهاكاتش إلى أبناء وطنش؟
إذا أنتين يا حكومة ما تقدرين تسوين عدل وقانون في البلد، إحنا نقول ليش ابتعدي عن هذا الكرسي. إذا أنتين ما تقدرين تسوين عدل ولا قانون في البلد، اتنحوا عن هذا الكرسي، لأن هذا الكرسي لازم يكون إليه إنسان يخاف الله. تنحى يا خليفة، تنحى يا خليفة. فالإنسان هذا الحاكم لازم يكون عادل في بلده، ما يكون مظلوم، وأقصد شنة يظلم شعبه. إذا جاك إنسان وقال لك أنا مو عاجبني هذا الشيء أو منتهك مني، اسمعه شوف وش يبغي، ما راح يكلف شيء إذا سمعته. غير شوي من استراتيجية. الحين أنا الملك من تسعيناتي لهذا اليوم، الخليفة ما شفنا فيهم شيء عادي. الخليفة ما تحكمنا، الخليفة ما تحكمنا، خلي العالم خلي يسمعنا، الخليفة ما تحكمنا، خلي العالم خلي يسمعنا، الخليفة ما تحكمنا. الموت الخليفة، الموت الخليفة، الموت الخليفة. واحنا اخر كلامنا الحين نختم كلامنا، نشكر الحضور الكرام على وقتهم معانا، واتمنى الشعب يكون كله يوقف بايد وحده ويد وحده حتى نحقق مطالبنا. ووصيتي الى الشعب انه يكون واعي، في قراراته الاخيره، لا ان الحكومه تسوي لكم حيل او مكر علشان انه بس تسوي لكم حلول سطحيه. احنا اساس خليفه ما تحكمنا، خليفه ما تحكمنا، خليفه ما تحكمنا. قالت زينب لابن زياد لن نركع الا لله، لن نركع الا لله، لن نركع الا لله، لن نركع الا لله. مشكورين ورحمه الله وبركاته.